يعني قولي انا ما كاملاش شي 3 شهور شهرين شباك شهرين درتي المرسيدس مرسيدس في شهرين يعني دابا تقدر تدخل 100 كوموند 200 300 في النهار ما كاينش الله كيدخلوا اكثر واه في السيمانه كنت كنخرج تقريبا 30 كوموند في السيمانه تقريبا دابا فيو كان تخرجيها في ساعه دابا علاش ديك 25 درهم يديها لي فروج نديها انا لقيت واحد المتعه اخرى فاش كتخدم معاك ناس وكياكلوا معاك طفت الخبز وي ف بوغ لانستون الحمد لله راه خدامين معايا الناس بزاف يو جايز مرحبا بكم في برنامج يو كان اللي كنستضيفوا فيه الناس شخصيات ناجحه في الاي كوميرس اللي خدامين بالبلاتفورم يو كان اليوم معنا واحد المثال اللي جيت يسير واحد البنت اللي تانسبايري بزاف ديال البنات وحتى الشباب ولكن اللي ناقصنا في هذه البلاد هذه هو شي بنت لان ديما السؤال اللي كيجينا بزاف هو واش البنات كيخدموا الاي كوميرس واش البنات كيديروا الاي كوميرس فريمون اليوم معنا بنت دايره الاي كوميرس اليوم معنا صوفيا وحده من المستعملين ديال يوكان 25 سنه تبارك الله درت ماشي دار جوج جور وطوموبيله مرحبا بك لا صوفيا ميرسي بوكو الله يلا مرحبا بك جيتي شرفتينا الله يبارك فيك جيتي من اكادير لا والله حنا فرحانين بك جيتي من اكادير وي جيتي صايده الله يلا مقدر هذه المجيه هذه ديال الكالبيرو ديال يوكان مقدر انا شخصيا والله الا كنديرها كنعيا كندير الطراجي هذا ولكن والله الا كنحييك يعني غادي نصوروا هذه الحلقه هذه بعد ما ضربت هذا الطراجي كامل لا لا ما كاينش مرحبا بك بلاكس بلاكس الحمد لله انا مرتاحه كنحس براسي في وسط الانتظامي ديالي وفي وسط دارنا مرحبا الله يحفظك ليا لا صوفيا الناس غادي يبغوا يتعرفوا عليك شي اكزامبل تبارك الله ديال الناس اللي خدامين في لي كوميرس غادي نبدا معاك من الاول مرحبا فين تزاديتي انا فاطمه الزهراء معروفه بصوفيا صوفي بنت اكادير شلحه تزاديت في مدينه اكادير بالضبط في الداخله في اكادير بنت 95 مواليد شهر 3 برج الحمل اوكي علاش قلت برج الحمل حيت برج الحمل باغمي لي كاركتيرستيك ديالو هادشي ديال الكوميرس وهادشي ديال الشخصيه ديالي لحقاش انا شهر 8 الاخر ديال شهر 8 العذراء العذراء لا شو انا زعما شفت الابراج كاين وكاين ولكن كاين غير هو الحمل معروف اكثر عليه في هادشي ديال الخدمه وهادشي ديال الكوميرس وشخصيه قياديه وكذا داكشي طرقت عليه معلومه صافي راس اللي بغى يخدم معنا شي واحد ليدر نشوف واش الحامل الوالد ديالك شنو كيدير انا الوالد ديالي رجل اعمال بزنس مان وعندو المشاريع ديالو اللي انا دابا اللي هز علي الحمل انا اللي كان مزيان 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 الوالده ديالك الوالده ديالي ربات بيت الوالده ديالي كاي ام مغربيه ما قراتش ولكن الحمد لله واعيه وفاهمه والحمد لله سبحان الله ان شاء الله حضرنا وقاسم مشترك الى يومنا هذا كاع اللي داز في البرنامج معايا الوالده ديالو ربات بيت صح صح الحمد لله رباتنا وقراتنا حنايا طوب حنا دابا خدامين طوب قولي لي فين قريتي التحضيري تحضيري وي كنت انا بنت مهم اكادير كلها سكنت اكادير كلها قريت التحضيري ديالي في ايت ملول الناس ديال اكادير غيعرفوا ايت ملول ابخي ديال الدوله ولا البريفي لا عمرني قريت في البريفي عمرني يمكن الروض ديك لاكريش لاكريش وهذا هو اللي قريت في البريفي مي ابخي التحضيري الابتدائي ديالي كله كوليج ليسي قريت كلشي في الدوله وفين قريتي الاعداديه الاعداديه قريتها في الخوارزمي في القليعه ناس ديال القليعه تحيه لناس القليعه في الخوارزمي الليسي ديالي قريته في حمال فطواكي فين زكان من ورا البكالوريا شنو درتي ولكن قبل من ورا البكالوريا نسوك على البكالوريا شحال جبتي في البكالوريا مع غير هذا السؤال كيتعاود بزاف مزيان نطرحوا عليه وي وي بيان سور بون خديت قريت البكالوريا ديالي في 2013 كنت ديك الساعه في الباك كنت دايره فيليير ايكونومي كنت مشيت في الدومين ديال الاقتصاد بحكم ان الوالد ديالي كان باغي ندخل نكون نوتير يعني فاش نكبر مي سبحان الله ما عندكش داك الميول لا ماشي ما عنديش داك الميول هو انا كان عندي حلم ملي كنت صغيره هو انني نكون مضيفه الطيران ولكن الوالد كان رافض الفكره بحكم انه كانوا عنده دي ستيريوتيب على ديك الخدمه كيقول لي يعني بهكا بهذا الجمله هذه كيقول لي خصك تشوفي ما وراء الكواليس لانه كاي اب مغربي ولا كاي ام مغربيه كتشوف ديك الخدمه انك دائما كاينه في السماء انك ديما طايره انك كتكوني ماشي ستابل كيقول لك راه اوتوماتيكمون في كل نهار في بلاد كذا كذا راه كيشوفوها بواحد الطريقه معينه فانا كنت كنقول ليه لا راه من الناس ماشي كلشي بحال بحال وكذا كيقول لي نساي بابا كان شي واحد اللي فريمون ستريكت انا كنت كنلبس الحجاب فهمتي
نساي الموضوع ديال بحال كاع الاسر المحافظه طبعا بحال كاع الاباء. فاللي كنت باغا هو نكون مضيفه الطيران. هو كيقول لي غادي تمشي في الدومين ديال ليكونومي بحكم هو رجل اعمال وداكشي، يعني من هانيت باش نفهم في الدومين كثار وكذا. وابخي قال لي ديري نوطير. مشيت في داك المنوال شديت السيزيام ديالي مزيان الحمد لله. من نهار دخلت للمدرسه كنت دائما كنكون بين الناس دوك المجتهدين ديال القسم، يعني قرايه قرايه ماشي قرايه الحمد لله، كنت ديما كنجيب دي بون نوت. كنت يعني قرايه علاش ما وجد التواضع اوكي لا حيت كاينين دوك القرايه اللي كيكونوا مسمومين، انا ما كنتش منهم. انا كنت دوك القرايه، انا دوك القرايه الكيوت. فسبحان الله موراها السيزيام ديالي شديت الوطني الجهوي بشي 12 16 في القسم. طلع الباك على اساس انني الباك ديالي راه غنشدو بعينيا مغمضين. مضمون مضمون. كان عندي مشكل واحد هو لا كونطابيليتي. كنت كندخل اصلا كان عندي واحد البروف، المهم كنت كندخل كنعس ما كنتش كنتسوق ليها. كنت ترى لي انا في الفيزي ما كنتش الكونطابيليتي كانت عندي لا بيت نوار، ما كنتش كنحمل ندخل ليها. فنهار الوطني ديالي مشينا دوزنا الوطني خرجوا لي ريزولتا، كنصدم بلي لا كونطابيليتي هي لا ماتيير اللي ما جبتش فيها. شحال هاد ما جبتيش فيها؟ قولي هي صفر. صفر صفر وي. يعني شنو؟ انا تنقول كان شي خطا في التصحيح. ما عرفتش. علاقتاش بزاف صراحه، علاقتاش زكلا جيب واحد. اكزاكتومون، انا كنت كنقول هذا مشكل وقع فيه بزاف ديال الطلبه وبزاف ديال الناس، انه مثلا كتكون تاع هو المينيموم كتقول غنجيب واحد اربعه واحد سته راه غنسطط راسي، مي ديكو كتلقى راسك راه فغيمون ما درتي حتى شي جواب اللي هو صحيح. ما عرفتش واش كيكون الغلط من لا كوريكسيون ولا انا ما نقدرش. صفر مازال واحد جوج. انا داكشي انا كنت كنقول انا واحد سته غنجيبها، مي فغيمون جبت صفر. ديكو عطاوني الراتراباج. هادشي راه كنهضر لك على سيستيم ديال 2012 2013. وي وي وي. عطاوني الراتراباج صافي، كنقول صافي راه ساهله لا ماتيير اللي طايحه عندي راه غادي نغاتخابي فيها وغادي نشد الباك ديالي اوموان بديك 10 اوموان ب 10. كنقول ديك الساعه فاش دوبليت فاش عطاوني الراتراباج وليت كنقول يا ربي نجيب غير 10 حيت ما كنتش متخيله. كنت كنقول راه غنشد واحد 12 كذا باش نجيب صفر في الكونطابيليتي صافي. مشى لي داك الطموح، مشى لي داك واو قلت ماشي مشكل. ماشي مشكل غادي نحاول نغاتخابي. فعلا داكشي اللي درت دخلت لواحد المدرسه كونتا سكول ديال الكونطابيليتي. خدم معايا بروفيسور يعني بوحدي، كنمشي من 9 ديال الصباح حتى 6 العشيه كيخدم معايا. جا النهار ديال الغاتخاباج اللي غادي نمشي ندوز، وكان اول نهار في الصباح غنسبق بالكونطابيليتي. مشيت وانا نتلاقى مع واحد لامي ديالي، واحد الصديقه ديالي، تلاقيت معها في الغاتخاباج. اش وقع لك؟ تبارك الله حتى هي قرايه. قالت لي انت اش وقع لك؟ قلت لها شنو؟ قالت لي انا داني النعاس، ما دوزاتش واحد الماتش غداها النعاس. وبديت كنضحك وانا نقولها براسي، قلت لها ويلي واش كاين شي واحد عنده الوطني وغادي يصبح ناس؟ فهمتي؟ حيت انا كنت كنشوف راسي 6 الصباح كتلقاني ضاربه الفيقه اصلا. ما كنقدرش انا، ما كنقدرش الناس حتى الناس ما كيجينيش الناس. الليله اللي عندي شي حاجه مهمه ما نقدرش الناس. كنبقى شاده داك كنبقى نفكر. المهم دازت دخلت الامتحان، حطوا لي الورقه ديال الكونطابيليتي، لقيتها فوتوكوبي ديال واحد داكشي اللي خدمتي ديجا في الكونطابيليتي. طوب. ديكو صافي كنقول الباك ديالي مشدود بواحد 17 ولا طق طق طق. نزلت على الورقه عمرت داكشي وخرجت فرحانه منه. صافي كنقول لنا صافي السلام عليكم انا شاده الباك. العشيه دوزت الانجليش مزيانه، اصلا الانجليش كانت عندي 19 في نورمال، وحتى هي واخا ما بريباريتهاش داكشي باسكو سيتي ايزي. صافي الغد ليه بقاو ليا لي زوطخ ماتيغ، كنقول غندخل غير نعمر الورقه نحارب داك الصفر وهما غيهزو كومبونساسيون. فعلا فقت مع 7 ديال الصباح، غسلت وجهي شربت قاعه ديال الماء، جلست كنتسنى تبان ليا 7:30. ديك الساعه 7 كتجي في الظلام، كنتسنى 7:30 متى غتبان ليا باش نخرج نمشي لليس. واحد الوقيته كنفيق من النعاس. امتى نعست؟ كيفاش تنعس؟ شوقتيني. ما عرفتش. نعستي؟ نعست. هادي هي التبله تضحك، هادي هي ضحك التبله، ضحكت على صاحبتك البارح اليوم انت.
كنت جالسه هكا صحه سلام مقابله مع سميتو، تلقيت راسي حليت التليفون مع وركت على التليفون تبان لي 8:00. هذيك اللحظه باقا ليا من راسي اللي قدام عينيا الى يومنا هذا، عمرني غنساها. قلبي بدا كيزدح. نط ضربني الزلق، طحت مع الدروج، هزيت موطور كنجري، وقفت حدا الليسي كنسمع ديك الزواطه اللي كيطلقوا فاش كيفرقوا الاوراق الامتحان. كنخوت كنهرس في الباب، حلوا ليا. خرج سيرفيون جينيرال، خرج المدير، خرج سيكوريتي، مالكي ياك لاباس؟ قلت لهم عافاكم خليني ندخل راه سميتو. قال لي اكسبتاو. قول لي انت فواحد العالم وردي زويون. اش قال لي المدير؟ قال لي سير بنتي تاع العام الجاي هذا العام. واو عرفتي تشوف عام ضاع. قلت ليه لا راه مايمكنش، انا عندي الكونطابيليتي هي اللي كنطيحه، راه مايمكنش، خصني ندخل. على الاقل ينباني نحضر. قلت ليه خصني ندخل. قلت ليه الله صونات. قال لي لا ما عندنا ما نديرو لك. صبري. قال لي صبري، دخلوا سدوا عليا الباب. بقيت كنتسنى، رجع عندي سيكيريتي حل داك الشرجم الصغير اللي كيكون في الباب. قال لي اسمح لي نمشي، اما فتي الوقت. انا وصلت حدا الليسي مع شي 8:06، فهمتي ديك 5 دقائق ديال الطريق. وي اوكي كنغوت. هو القانون دارو. هو القانون دارو. ولكن كتشوف راسك عام. وعلى شي حاجه اللي ما كتستاهلش. انا عمرني دوبلت في حياتي من تحضيري الباك، عمرني. مزيان، هذا يقدر يكون درس لبقيه الحياه، انه وليتي كتحترمي الوقت. وي بيان سور. وانا نعاود لك شنو وقع لي باغ لا سويت. يعني كيفاش ممكنش دماغي ما تقبلهاش. ديك الساعه وقع. غتكوني سخفتي غيبتي. طحت. عشنا في سميتو. طحت تما، هزوني، لقيت راسي في ليزيرجونس. جي في توت لي طونطاسيون باش انني ندخل. كنطلب فيهم، كنغوت واحد الحاله هستيريه. الناس كيطلبوا الشراج من الديور اللي اون فاس مع الليسي. المهم فقت لقيت راسي في ليزيرجونس، اوتوماتيكمون دخلت في ديبريسيون. راه عرفتي راه صعيبه والله، انا نحقد. ولكن في الاخر كتكمل. سي لا في. وي هذا ميساج لكاع لي جون اللي كيتفرجوا فينا، باش ما يفو با بي سيليبغا. وي راه كاينين دي شوز اللي كيوقعوا في الحياه اللي فريمون كيخليوك الامتحان راه كيهرسوا ليك رجليك، كتولي باراليزي. مي لا ما خصكش تحبس، خصك تكمل. وهذا الشيء اللي وقع لي. شنو عاودتي عام؟ انا جايك الهضره. ديبريميت. علاش؟ اول حاجه عمرني دوبليت. ثاني حاجه كنشوف صحابي وصحاباتي كلهم شي داير لي سي جي، شي داير لي كلاس بريبا، شي، وانا غادي نعاود. ما تقبلتهاش. شو هاد المقارنات تيكونوا شويه صعاب. وي المهم داز المهم تقريبا لا بيريود ديال الصيف كلها، يعني نورمالمون الناس كيتفجوا كيفرحوا بداك الباك ديالهم داك الشيء دوزو، انايا في ديبريسيون. صافي هنا جا واحد السيد لدارنا خطبني. صافي كنقول ما عرفتش، حيت صافي داك الطموح اللي كان فيا وداك الشغف بحال مات، بحال قتلوه دوك الناس فاش يعني. وي دوك الاحداث الصايغ. لا حيت كتشوف راسك على 5 دقائق مشى ليك انا فونيغ. صافي كنقول، وليت كنقول الله ما غنتزوج، نتزوج ونشوف ديك الساعه هذا الباك واش غادي يجي ولا ما، الا ما جاش صافي جمونفو. هي هذيك تزوجت شهر 9، جات لا رونتري سكولار، مشيت تقيدت في الباك باش نعاود. وي تقيدت، دخلت النهار الاول، النهار الثاني ما كنلقى حتى شي واحد من دوك اللي صحابي، كلشي نجح، كلشي مشى لي نسيجي، كلشي اللي كنت كنقرا مع الناس اللي كانوا كيقراو في السيزيام وانا كنت كنقرا في الباك. جلي با اكسبتي. حضرت تقريبا شي سيمانه وانا كنمشي. صافي شفت داك الشيء سميتو، ما تقبلتش وانا نخرج. سيمانه خرجت. اوكي اش غادي ندير؟ غادي ندير باك ليبر. اوكي المهم بعدا قررتي تكملي. وي غادي نكمل ولكن بطريقه اخرى. غندير باك ليبر. اوكي خرجت من القرايه وانا نمشي كنت فعلي السي في ديالي في لي زيكول ديال الدراري الصغار. تقبلت فواحد ليكول باش نوري نقري استاذه الفرنسيه للدراري. اوكي الصغيورين.
صافي دوزت ستاج هو الاول ابخي وانا نخدم واحد 3 موا خدمت هكا استاذه ديال معلمه ديال الدراري الصغار كنقراهم فرنسيه انجليزي كي كان الصالير كي كان هو الصالير كان صالير عادي جدا عادي جدا طبعا ماشي وانا كنت غير كنحارب به الملل وي او ميم طون ما خصنيش انا كنشوف راسي حيت انا شويه كي كان تري اكتيف اكتيف ما خصنيش نجلس فهمتي يعني هذيك عام اللي بقات ليا باش نتسنى العام الجاي يجي وندفع باك لي خصني ندير فيها شي حاجه ديكو ما لقيتش شنو ندير وبحكم انني كتعجبني الفرنسيه والانجليش وداكشي قلت فكرت اجل غندير وندوز دي ستاج منها ناخذ اكسبيريونس ومنها راه من لهيه ولقيتي معاها دازت خدمت شي 3 موا صافي وانا نعيه مع صعيب باش توفقي بين دارك سورتو كتكون يلاه مزوجه وداكشي صافي قلت غادي نحبست سنيت العام الثاني تاجا شهر 10 ماشي في نفس العام خديتي الباك يعني لا انا ماشي في نفس العام بقيت هذاك العام اللي مشيت قريت فيه سيمانه وجلست مورها بشي شهر هي فاش بديت في ليزيكول هي فاش خدمت فهمتي وتسنيت التاسع للعام قلت خدمت شي 3 موا وانا نجلس صافي سنيت حتى العام اللي بعد العام الاخر فاش جا شهر 9 ما عقلتش شهر 11 واقيلا دفعت باك ليبر دفعت باك ليبر وانا ندفع للفندقه كنقول شي حاجه اللي بنيفو باك الفندقه اوكي لا فيليير اللي نقدر نحتاج انا وشي حاجه اللي غادي تفيدني لا كويزين فهمتي منها غادي نستافد من نهار داري منها غادي نتونغيش العقل ديالي غادي نغنيه هكا مصطلحات اللي كيتستعملوا في لا كويزين فهمتي طوب فدخلت دفعت لا كويزين كنقرا في معهد ديال فونتي في اكادير وميم طون دافعه باك ليبر صافا تري بيان زعما داكشي بقى غادي مزيان كندوز كنت كنقرا اون باراليل كنقراو شهر في المعهد وشهر في ستاج في لي زوتيل صافي فاش جيت بعدا ندفع الباك ليبر قالوا لي ضروري جيتي اوبليجي باش نبدل لا فيليير كنت ايكونومي هذيك الساعه سيستيم ديال 2013 2014 ما كانش عندك الحق انك تدفعي بنفس لا فيليير دابا جوبونس راهم بدلو قالوا لي خصك تبدلي تديري كنتي سيونتيفيك تبدلي تولي لاتر وانا شوي با ليتيرير نهائيا انا ما عنديش مع شي حاجه ديال حفاظ وكتبه وداكشي نو اش غندير دونك ما عندك ما عندي ما ندير اختيار الله يطرق خصنيش الباك ديالي فريمون عمرت راسي في هذاك العام بلي الباك ديالي حيت صافي دوزت واحد 6 شهور كما كيقولوا ديال مودوميال ديال الزواج صافي كتحطي في امر الواقع بلي المستقبل شي حاجه اللي هي ضروريه ما خصنيش نعول لا على هذا لا على هذا والله الا مزيان والله الا مزيانه هاد الهضره مع شحال وعدك صحاب غادي تزوج صافي لا هي هذيك تما فين تقعدت قلت غندوز هذا الباك ليبر بالليتر باش ما بغاو خليت 3 موا الاخرى ديال الراتراباج تبقات لي 3 موا حفاظه مشيت شريت الكتبه ديال الاداب دخلت كندير السوايع كنقرا مع الناس اللي كيقراو في مدرسه من طون كنقرا معاهم انايا من 6 العشيه حتى 9 الليل حفظ الفلسفه العربيه الشعر شي حوايج اللي انا عمرني كنقول دماغي غادي تقبلهم ولكن دابا مضطري تقبلهم لا تقبلهم والله الا تبارك الله حيت علاش فاش كتكون الاراده كلشي كيولي كلشي كيولي ممكن انا كنت كنقول مستحيل مستحيل ما كاينش وي مستحيل ما كاينش صافي 3 موا حفظه بالليل بالنهار كنرجع من السوايع كنبقى نحفظ حتى 4 الصباح كنعس ديك 4 السوايع 3 السوايع ونص كنفيق كنمشي للمعهد كنقرا لا كويزين مع 8 وكنرجع مع 6 العشيه ثاني مشيت ثاني السوايع هكا لمدة 3 شهور حتى جا نهار الوطني جا نهار الوطني حطوني في واحد الليسة تقريبا بعيد بشي 40 كيلومتر على فين انا ساكنه وديك الساعه ما كنت لا موتوريزي لا حتى شي حاجه شويه كيبان لي واحد الدري يلاه داير مع الدور وهز دفتر فهمتي داير المحفظه وجاي وهز الدفتر وانا نقول ليه خويا عافاك واش ما دخلتيش صاحبني تا هو تسد عليه الباب وقلت لا ندخل قلت ليه قال لي راه مازال الحال راه يلاه 7:15 ولا ما عرفتش الحمد لله
عاد باش درت ديك المكانه بحال هكا فيه لك القابليه الله السبع الدماغ ديالي ايماجين حتى راجلي اللي وصلني تلمو انا صافي كنقول لي راه مشى يعني حتى الدماغ ديالو هو باش يقول لي لا راه يشوف المكانه ولا صافي حنا تبروغرامين على هكاك وي صافي فرحت كان بالنسبه لي هذاك واحد السعاده حسيت بها لا في ديك اللحظه فاش قال لي راه السبعه حسيت بواحد السعاده اللي لا توصف حيت صافي قلتي راه عاوتاني المستقبل مشى عام اخر مشى على قدو هي هذيك دخلت دوزت الوطني ديالي نهار الثاني نهار الثالث جا نهار لي ريزولطا وانا لقى راسي شديت الباك موسيون بيان 14.51 مزيان اللهم بارك فواحد لابرونش اللي انا كنت بعيده عليها كل البعد تماما اللي فهمتي يعني باش تقاتل عليها في مده 3 شهور لا والله الا القصه ديالك ديال الباك كانت انسبايري بزاف ديال الناس لا اللي طبعا انا ما عاودتش مره وحده ولا شا و... وي باش لي جون ديالنا ماشي صافي ما تجيش الباك ولا وقع لك مشكل كيف ما بغى يكون تقول صافي انا راه ما نقدرش ندير لا لا وخصوصا داك العام اللي وقفتي الوسط اه يعني راه واخا توقف عاود رجع بيان سور بيان سور خصك غير تعرف كيفاش ترجع ما توقفش في داك العام خصك ترجع فريمون خصك ترجع ما تبقاش تفكر بزاف ورجع وي 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 باسكو القرايه راه شي حاجه اللي تري امبورطون مزيان القرايه شي حاجه اللي هي مورا الباك شنو درتي مورا الباك صافي ملي خديت الباك ديالي مونسيون بيان دفعت لا فاكولتي درت الدراسات الفرنسيه او ميم طون كان عندي دوزيام اني ديال لا كويزين حيت كنت فيها 2 اون وكنت كنقرا اون باراليل كنمشي لافاك وكنمشي لسميتو خديت الدبلوم ديالي وفي العام الاخر عاوتاني فاش غناخد الدبلوم وقع لي اكسيدون ايماجين بقات لي 3 جوغ كنا غندوزو الامتحانات الاخرى ديال العام باش يعطيوك الدبلوم هذه ديال لا كويزين درت انا اكسيدون تقطع لي صبعي واو تقطع فريمون صبعي تقطع دابا عندي عاهه مستديمه انا الصبع ديالي ما كيتطواش واليمنيه ودوزتي بعدا سميتو ولا لا مشيت كنكتب هكا فهمتي 3 جوغ بقى ليا مزيان دو علاش والله مع شحال من واحد تيصحابو الحياه ديال شي واحد لا الحياه دار شي حاجه في حياته كيصحابو راه غادي وعافط ما كيخرجوش ليه المشاكل لا الحياه يقول لك علاش غير اللي كيخرجوا ليه المشاكل الحياه كلها مشاكل كلها عراقيل كلها شوك انت خصك تحدد داك الشوك تحيدو من طريقك انا كنقول لك 3 ايام باقي ليا وقع ليا اكسيدون صبعي طاح ما عنديش باش ميمكنش نكتب بليصريه وي بيان سور ما عمرك كتبت حياتي كامله بليصريه كتبت هذاك النهار يعني يومين قبل مشيت تقاتلت قلت لهم شافوني لي البروف وداك الشيء قالوا لي راه ميمكنش قلت لهم انا غادي ندخل ندور الامتحان ديالي ودخلت وشديت السيلو بهكا وكنكتب حرف بحرف حتى ساليت خديت الدبلوم ديالي الحمد لله الحمد لله لافاك درت فيها الدراسات الفرنسيه بقيت 3 سنين خديت لا ليسونس ديالي مجازة اللهم بارك انا هربت من الاجازه ما خديتش الاجازه دباك بليس 2 دفعت الاجازه خاصني باش صافي اكسبتوني باش نمشي نقرا هو انت تبارك الله لا 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 ولكن ناوي والله الا بصراحه ناوي نرجع نكمل قرايتي ناوي ندير لا ليسونس الماستر ناوي زعما ماشي تنقول لك ماشي ما تنقولش شي واحد بزاف ديال الجيل القرايه معمره كتحبس وما عندهاش واحد لاج اللي هو محدد تكون عندك 70 عام ما تمشي تقرا ما عندهاش وي فصافي خديت لا ليسونس ديالي زدتي شي حاجه من ورا ليسونس مورا ليسونس هنا تحررت من داك فاش خديت لا ليسونس كنقول شفت الامبيونس لافاك كنت بغيت نزيد الماستر ونزيد مي فريمون ما كانوش داكشي اللي كنت باغا ما لقيتوش هو رجع لي الحلم ديال الطفوله مضيفه الطياره كيفاش رجع واحد صديقه ديالي اتصلت بيا فاطمه الزهراء فين كاينه قلت لها انا في الدار قالت لي عافاك بغيت ندوز عندك تمشي معايا لواحد المعهد ديال الطيران كاين في كادير تمشي معايا بغيت نسول وهاد صاحبتي حتى هي بعيده كل البعد على ما عمرها فكرت انها تكون اوتيس دولار وفاش كنا كنقراو في الباك كانت هي سيونس مات وكانت تبارك الله باغمي لي بروميي في الليسي عندنا قلت لها كيفاش انت جاتك الفكره ديال اوتيس دولار انت قالت لي يلاه غنمشي نسول قلت لها اوكي مشينا انا وياها دخلنا بديت كتسولهم تا 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 صافي خرجت قلت لي اوكي غادي نفكر ديك العشيه مشيت انا للدار بديت كندورها في راسي ورجع لي حلم ديال كنقول انا شو انا تنقول الفكره في العقل راه ما عمرها كتموت ما عمرها كتموت لا غادي يبقاو يجيو دي زوبورتينيتي باش تراي خاص حتى انت تكون بيان سور ناضي وتحرك بيان سور
رجع ليا داك سميتو حيت انا فاش كنت صغيره كنت كنلبس الطالون ديال ماما كبير واحد الطالون وكنلبس الشوميز ديال بابا واحد الشوميز بيضاء والكرافطة واحد الصايي كحله وكنطلع للسطح ونجر الباليزه ونبقى غدا ونطيح. كتعجبني هذاك ديك المشيه ديال مضيفه الطيران ديك الهيبه كيفاش كتكون خارجه من الاوتيل. كنا كنشوفوا داك الشيء حنا غير في الافلام فكنت كنتخيلها واو ونطيح ونوض ثاني ونزل الباليزه ونبقى كنقول لهم انا فاش غنكبر غنكون مضيفه الطيران. فرجع ليا داك الشيء وانا نقول بلاتي يعني حيت الوالد هو اللي كان وانا نناقش الفكره مع الزوج ديالي السابق قلت ليه شنو بالك. هو طبعا يعني ما كانش من الناس اللي عقلهم متحجر او لا كيقول لك لا ما تديريش لا كذا فهمتي يعني احلامك عندك دي زوبجيكتيف كذا سورتو كيشوفني كان انت من سلطه الوالد لسلطه الزوج وي اما كل الوالد لا ما كاينش هذيك الساعه يقول لك شوفي مع راجلك هذيك الساعه صافي البنت كتكون في العاتق ديال راجلها ما بقاش. قال لي وي الا بغيتي زعما هذا انا معاك. قلت لي اوكي. مشيت نيت كنسول شي معهد ديال الطيران اللي بغيت ديبلوم اللي يكون اكريديتي معترف به من طرف الدوله وانا نلقى معهد في المغرب كامل كاين معهد واحد في مراكش وهذا هو السبب اللي خلاني نجي لمراكش نستقر فيها اكريديتي دونك خصنا نمشيو لمراكش. زدنا قلو هنا جينا لمراكش سكننا دخلت المعهد ديال الطيران قريت عامين في ذاك العام الاخر ما قدرناش نتفاهموا انا والزوج صافي واضطرينا نبقاو دي زامي يعني فرتكنا الجوقه مزيان ما بقيتوش مزوجين لكن بقيتو دي زامي بقينا دي زامي باقي العلاقه باقي باقي العلاقه الى يومنا هذا. طب الله الا كان اختار سوتيان لواحد الدرجه وانا جو سوتيان وكنعرف الخطيبه ديالو دابا وكتعرفني وواحد العلاقه اللي هذا الشيء قليل في المغرب ولكن مزيان الله الا فرحتي. لا لا شوف حيت علاش ما شاف فيا العيب ما شفت فيه العيب مزيان فهمتي يعني فاش كتكونوا كتحترموا بعضياتكم في العلاقه هذيك العلاقه الا ما نجحتش كزوج وزوجه غادي تنجح كاصدقاء. طب حيت علاش ديما الاحترام كاين ولحد يومنا هذا وقت ما وقعت لي شي مشكل شي حاجه كيهز التليفون يصوري فاطمه زرايك لاباس هذا وخطيبه ديالو حتى هي تتصل بيا وكذا يعني الحمد لله والله الا ما عادش شي نسمعوا انا في شي دول اخرين بلا ما نسمعوا ولكن هادشي فرحني هادشي كاين هادشي كاين ف صافي مهم اضطرينا اننا نبقاو دي زامي. كانت هادشي تلاقى تقريبا مع انا غنطلق غنشد الدبلوم ديالي في المعهد ديال الطيران ومن طون كنت كنطلق ديك الساعه صافي طلقت رجعت لدارنا وضروري كتكون واحد لا بيريود مورا الطلاق اللي المراه فريمون واخا تكوني فورت لواحد الدرجه. شوف شوف اختار الراجل قبل ما تقولي لك باش نفترض ديال الكابه ياك ضروري علاش كتكوني مولفه واحد النيفو دو في وكتكوني مولفه واحد لومبيونس ابخي كترجعي للدار عند باك وماما. لا لا شوفي حتى دوك الاجواء ديال الطلاق وداك الشيء المهم ما عرفتش بيان سور بيان سور خديت الدبلوم وانا ندفع لي زانترفيو ديال هذا الشيء ديال الطيران وكنت قبلت مع اميريتس الاماراتيه على الاماراتيه دوزت الفاينل انترفيو عيطوا لي عطوني جولدن كول صافي سبحان الله صافي حتى كنوجد الوراق وداك الشيء الوالده قالت لي زكي شنو قالت لي ما سخيتش بك وغتمشي حيت انا هي الدار انت يعني مورا فاش طلقت وجات كنت مع دارنا صافي بناو عليا ثاني داك انا هي انا هي الولد حيت انا ما عنديش خوتي حنا غير بنات ثلاثه البنات ما عندناش الدراري يعني ما عندناش دراري في العائله. انا كنت من الراجل حيت كما قلت لك جو جير لي بروجي ديال الوالد سورتو انني فاش تزوجت صافي ما بقيت كنجري ليه حتى شي حاجه لان كانوا في الاول كان الوالد حتى هو كان ضد الزواج ديالي كيف فاش تزوجت سحب ليا كل شيء ومشي قال لي اوكي بغيتي هذاك السيد سيري ولكن الله يوفقك سيري بني مع حياتك داكشي اللي كنت مولفه وداك سميتو ما بقاش. فاش رجعت يعني عاودت خديت ثاني عاودت لا ريسبونسابيلتي جو جير لي بروجي كذا كذا انا هي الدار انا هي الراجل. فالوالده ما قالت لي كيفاش وهذا وهذا صافي كنشوف السعاده ديال امي وهذا اهم ليا من واش ديك المره شاركت عيطت للناس قلت لهم سمحوا لي ما نقدرش نجي بديت كنقلب الله يعطيك الصحه ما كان داك جات على قداش عرفتي ما بين واحد الموقف تحطيتو على الموقف خايب ما بين رضا الوالدين وسيرتو الوالده سيرتو الوالده والخدمه والمستقبل ديالي. لا انا عمرني كنحط شي حاجه فوق الوالدين الوالدين يقولوا لي موتي نموت
حيت عرفتوا بلي الناس اللي ما يمكنش يضروك في الدنيا هما والديك. او يتقاتلوا معاك الناس اللي غيبغيو لك الخير في الدنيا ما كاينش غيبغي لك الخير اكثر من والديك. فيقول لي نموت نموت. صافي فبديت كنقلب على لي كومباني اللي هما اللي خصك فاش غتكون خدام معاهم تكون بازي في مراكش. خدمت مع لقيت رايانير هي اللي بازي في مراكش. لا غام خصك تكون لي بازي في كازا تشوف لي في اكادير. خدمت مع صافي دفعت ليهم مشيت دوز الاوبن داي ديالي بحالي بحال الناس وتقبلت وبديت الخدمه. لا صوفي ولكن كيفاش من موظفه الطيران للايكوميرس؟ عرفت راه باجين باجين بزاف صح. انت اليوم يو ار دوين جريت صراحه في الايكوميرس. انا اللي ما كنا كنقلبوا على شي بنت زعما شي از دوين جريت شي وحده اللي على قداش السؤال كيجينا بزاف يوميا واش البنات واش البنات. انت عارف هذا الكالتشر كيفاش دايره الكالتشر انت فهمتي ديك الرجال مسيطرين بزاف مجتمع ذكوري مجتمع ذكوري احسن مصطلح. والبنت ديما كتبقى تيجونا هاد الاسئله هادو يوميا في الانبوكس عافاكم واش كاينه شي بنت خدامه الاي كوميرس بحال لا زعما راه ممكن. انا بالنسبه لي ما كاين حتى شي فرق ما بين بنت وولد. الخدمه اللي غادي يدير هذا تقدر ديرها هادي والخدمه اللي كدير هادي تقدر يدير هذا. ولكن السؤال اللي كان كيتعاود ديما علاش البنات ما كيخدموش في الاي كوميرس عافاك شوفوا لنا شي بنت خدامه الاي كوميرس. وانتم كانوا عندكم بنات اللي خدامين تبارك الله الاي كوميرس؟ كاينين ولكن ما عايشينش في المغرب. حنا خاصنا شي وحده عايشه في المغرب. كاينه سعوديه كاينه جزائريه كاينين بنات خدامين الاي كوميرس في المغرب ولكن دي ار نوت دوين جريت ما تيديروش ارقام كبيره ما ماشي يعني بخير تيبيعوا وصافي. دونك انا اول وحده غادي ندير معك لا نشوف توب 10 تبارك الله. لا جو سوي سور هيز انسبايري بزاف ديال البنات لان فهمتي راكي عارفه مجتمع ذكوري. واش شنو اللي يجي منعك واش حنا البنات نقدروا نديروا الاي كوميرس بحالك بحال الدري ولكن تيبان لك زعما كاين شي اختلاف؟ لا ما كاين حتى اختلاف بالعكس. انا نقول لك بالنسبه الكوميرس وهذا الشيء اصلا عندي انا في الدم ملي كنت صغيره. انا واحد لافاز ما هضرتش عليها في حياتي اللي كانت اللي كان ليها كل الفضل على لا بيرسوناليتي ديالي انا اليوم وشكون انا اليوم. انا الوالد ديالي كما قلت لك رجل اعمال ولكن فواحد لا بيريود اللي كان في عمري انا تقريبا 4 سنين من هذيك الحياه ديال الواو والفيلا والدار واللي بغيتيها تحضر حتى ما عندكش باش تعشى. واه شنو طرا؟ وي الوالد ديالي كان دخل في مشاريع وتخربيق ولعبوا به ناس وكذا ومشاو ليه الشيكات تشفر فيهم بالملاير سكيفي اضطر انه يبيع كل شيء. واو وبقينا في دار الكرا بيت وكوزينة يعني من رفاهية الوالو كانت عندنا في 4 سنين تقريبا. ففي هذيك 4 سنين كنت الوالد ديالي كانوا عنده يعني كان روشيرشي في هذيك لا بيريود. دابا الحمد لله الشيكات دابا الحمد لله. لا الحمد لله الحمد لله لان الشيكات الشيكات تيساوي ان خاص يشتغلوا. وي كانوا تشفروا لي الشيكات بالملايين وسكيفي كانوا البوس كيقلبوا عليه كان مخبي في الدار ما كيخرجش من الدار. شكون كيخرج من الدار؟ انا والوالده ديالي. كنا كنمشيو جهه الفيلات كنجمعوا الخبز الكارم كنجمعوه نديو المالين اللي كيبيعوا الخبز كنجيبوا ديك 20 درهم 30 درهم فرحانين. صافي جبنا العشاء ديالنا بغينا حنا غير العشاء ديالنا بغينا شي حاجه. وكنت مره كتصاوب ليا سليلو ماشي انا كنت كنقول لها ماما صاوبي ليا سليلو. كنت شفت شي دراري كيصاوبوا ونقول لها حتى انا صاوبي ليا صاوبي ليا سليلو. مزيان انت درت نفسي بالدراري نص كنديرو في كرتونه وكندير دوك الكويعضات ونحطو ومعلقه كنبيعو الولاد الدرب 4 دريال 10 دريال 6 دريال كتوصل ديك 9 الليل كنلقى واحد 15 درهم 20 درهم ديك الساعه 15 درهم 20 درهم راه صافي. او ميم طون الوالده ديالي كانت كتمشي مسكينه كتخدم في الفيلات هكا عند العيالات الميناج اللي جاب الله. الوالد راه قاعد في الدار ما يمكنش. والله لا ريسبكت الوالده ديالي وي فريمون زعما انا قبلات من كانت في نيفو هاي نيفو لو وتقاتلات. لا فريمون دزنا في شي حوايج اللي راه كنقول لك الحمد لله اني دزت فيهم والله العظيم ما كنتخسرش والله. لان فهمتي دابا انا اليوم الاخر اللي عرفتك لا صوفيا زعما تشوف انت واحد اخر اللي تجي تقول لها صوفيا هكذا كيفاش درت الطوموبيله ما تشوفش انت هذاك الباركور اللي ضربتي كامل وتمارا والقرا وداك المشاكل اللي دوزتي كامل. وي فلدرجه ان واحد يعني اول نهار عندي في المدرسه ديك الساعه والو كنقول لك درهم ما كايناش في الدار. داك الشيء اللي كتجيب الوالده مسكينه كنخسروه صافي الغد اللي كنبداو ثاني ا زيرو.
اول نهار عندي في الابتدائي التحضير، ومشيت انا لابسه واحد الكتيبه من داكشي اللي الحوايج اللي كان كياخذ ليا بابا وداكشي فاش كانوا عنده الفلوس. غادا مفركسه مع دخلت القسم، الوحيده اللي غتسول الاستاذه من دوك التلاميذ كاملين هي انا. قلت لي شنو سميتك؟ قلت لها فاطمه زهراء الحيان. قلت لي واش خدام باباك؟ حيت شافتني بيان سور لابسه شيك وسميتو الا واجب لشي واحد. قلت لها بابا رجل اعمال. قلت لي اه مزيان رجل اعمال اوتوماتيكمون، كيفاش رجل اعمال وبنته كتقرا في بيبليك؟ ولكن ما قلت قدر ما بغاش يقريها. دخلنا للقسم جلسنا، جات الاستاذه كتهضر مع التلاميذ كتقول لهم شكون اللي والديه زعما هكا ما فحالهمش باش المدرسه. ديك الساعه كانوا كيعاونوا التلاميذ بالكتوبه الناس اللي والديهم ما فحالهمش. شكون 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 وانا ندير هكا؟ كتقول لي ابطي يديك انت باك رجل اعمال ومحاشي مع الدراوش. بالعكس طال لونتربرون والله الا بعد المره تجي تحس بها الله كتكون الفوق تولي لتحت تولي الفوق انا الداخل ديالي ربي اللي عالم به. ونهبط ثاني يدي وتقيد وتقول لي شكون مازال شكون؟ نقول لها ثاني انا. كتقول لي هبطي يديك ونهبطها شي اربعه المرات ولا ما عرفت خمسه، وهي تقول لي صافي حتى الاخر. تقول لي شنو سميتك؟ فاطمه الزهراء. كتبتها. فاش جينا خرجوا جابوا لينا الكتب داك الشيء. اش نقول لك؟ ماشي فرحت حيت حسيت براسي نقصت واحد العاتق واحد المسؤوليه على والديا. مساكن فين غيجيبوا فين غيشريوا لي الكتب؟ حيت انا كنت كنشوف الوالده ديالي كيفاش كانت كتعاني. نقول لك كنجمعوا الخبز كاملين كتب ب 300 درهم ولا 200 درهم راه بزاف هذيك الساعه. فرحانه دايرهم في الشكر وجايه كنجري للدار داق داق داق. حل لي بابا، قال لي بابا مالك الكتب مالك الكتب؟ واش دي بابا قال لي برافو بنتي بحال هكا. بابا كيعرفني كاباب ملي كنت صغيره. ولحد الان كيقولها لخواتاتي كيقول لهم كونوا بحال مزيان. انت هي الكبيره؟ انا هي الكبيره. علاه؟ ديما الكبير مسكين كياكل الطق. انا الكبير واكل الطق سي نورمال. ولكن راه مزيان 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 بالعكس الحمد لله. صافي فسبحان الله يعني دازت هذيك الفتره كلها مليئه بسميتو، ولكن كنا كنقول الحمد لله. ابخي باغ لا سويت دغيا كنتشد بابا يعني، وكان وقف مع واحد الصديق ديالو اللي خلص عليه داكشي كامل باش تقولوا ان راه الخير راه كاين في الدنيا وكاين فريمون راه كاينين الصحاب. لا والله لا انا تنام تنشوف بعض المرات شي فيديوهات في الانترنت ديال ما كاينش على من تحول وما كاين اللي يغدرك وما كاين. لا كاين، ولكن انا تلقى راسي ما كاينش في ذاك الفيديو. تنقول يكون انسان مزيان 11% كاينه غير باش تجي شكون هي 1% المهم بعدا انت تكون مزيان وربي يلاقيك مع الناس مزيان. فعلا هذاك الشيء اللي كاين. وفعلا داك الشيء اللي وقع الوالد ديالي فاش ديك الساعه تشد وداك الشيء دخل شي 15 يوم تقريبا اللي دوز شدوه بما الطريق لو الامور. واحد صاحبه تبارك الله كان ندوز هو وياه الخير وكذا وقف معاه صافي. هو بدا ثاني عاوتاني بابا كيوقف شويه بشويه على رجلي. شوف ملي دارها مره غادي يديرها جوج ديال الدراري. وي بيان سور تبارك الله بابا راه كان بين الناس المعروفه في اكادير. كان عنده اكبر لوكاسيون ديال الماطر 300 موتور تبارك الله على ليبوك. انا عارف راه دابا تدوم تندش دابا 96 98 تقريبا 96 97 انا بروش يلا عندي عامين 3 سنين فهمتي. كان فوقف مع داك السي صافي فك سميتو بدا ثاني شويه بشويه رجع البيزنس ديالو عاوتاني الحياه الحمد لله رجعات اب داون اب داون رجعات. والداون ديالي متى رجع هي فاش تزوج كما قلت لك فاش الوالد سحب ليا كلشي. الوالد كان كونتر؟ هو في الاول كان كونط حيت ما كانش باغيني نتزوج. كيقول لي عندك مستقبل. واي صراحه فهمتي سيرتو الوالد ديما تيشوف فيك شي حاجه. كيقول لي عندك مستقبل وما خصكيش. اوكي كان هو قال لي تزوجي ولكن على 4 سنين غادي ديروا لاكت ولكن ما غاديش تسموا مزوجين. بابا كان عنده واحد الفكره غادي دير اوكي بغيتيه بغاك غديروا لاكت دابا مي الزواج على 4 سنين وما ما نتصلش بنتي مع 6:30 تكون خارجه من الليسي نقول لها فين كاينه تعطلت تقول لي راه كاينه مع فلان انت راجلها في الوراق. ولكن ما مشاتش الامور هكاك ماشي. كان وقع واحد المشكل ديكو كنشوف راسي هذاك راجلي وانا مرتو كذا وانا ندير راك عارف العقل ديال الصغار والطيش وداك الشيء. اش كنقول للبنات ولا للدراري ولا ديما سمعوا والديكم شنو غايقولوا لكم. لان دي فوا راه بحال كينطقوا كتقول انت مع راسك اش كيخربقوا راه كيرونوا راه مي غدوز واحد عام ولا عامين سيرتو والديك عام ولا عامين تقول انت باقي صغير ما تشوفهاش. وي وي
انا فريمون الحمد لله اي حاجه كتوقع اي حاجه كدوز على راسك واخا دوز عليك المزيان نعاود نصحوا عاوتاني واخا دوز عليك حاجه خايبه ولا زوينه غادي تستافد وخصوصا خايبه غادي تستافد اكثر فعلا انا في هذيك لا بيريود فاش كنت مزوجه واحد الوقيته راجلي كان خسر الخدمه ديالو ديكو لينا كنقلبوا على كيفاش انا كنت كنقرا ميم طون فلاكوزين داكشي مشيت كنتسجلت في اوريفلام ومع ديك فلوغمار ودوك الافون وكنمشي كنجيب الكاتالوج ديال لي برودوي كنبيع للبنات اللي كيقراو معايا كان فهمتي يعني هادشي كامل داخل في كوميرس محركه كنمشي نبيع وكندي ديك 5 دراهم في البرودوي ولا 10 دراهم صافا صافي هي هذيك فاش سبحان الله وليت اوتيس دو لير دخلت للدومين ديال مضيفه الطيران هي اون باغلي فاش دخلت للسوشيال ميديا مزيان دخلت للسوشيال ميديا بعد ما وليتي مضيفه الطيران وي دخلت لمضيفه الطيران تقريبا بواحد 5 شهور وكانت وقعت لي واحد الصدمه في حياتي اللي ما بغيتش نهضر على ديتاي ديالها الشوز اللي خلات عندي واحد لو فيد اللي بديت كنقلب على كيفاش غادي نعمر هذاك لو فيد خصني نلهي راسي بشي حاجه باش ما نبقاش كنفكر باش ما نبقاش نمرض وي ديكو لقيت راسي درت كونت انستغرام كان عندي في ذاك الكونت غير شي 100 واحد لي زامي ديالي اللي كنعرف شويه بشويه لي لايف لي لايف كونسيبت هكا في واحد الجروب ديال البنات اونتر في بيناتنا الناس راه يكونوا ديجا كيتفرجوا في دوك لي لايف ديالي كنا كنديروا كونسيبت ديال ايت راديو ديال مشوم تيست كونسيبت لايف البنات كيعطوني النوامر ديال رجالهم ولا خطيبها وكذا يعني بديت بهكا اوكي فهمتي كنا حنا خالقينها وانا كنحاول نعمر داك لو فيد اللي عندي باش ما نبقاش انا المره نبقاش نفكر صافي بحال شي دروغ السوشيال ميديا بوغ ما سيتي ان دروغ اللي كنت كن صراحه راه علميا راه دروغ لان لقى واحد الهرمون ديال الدوبامين ملي انت كتسكرولي تنجد الدماغ ديالك يعني انت تبقى انت فرحان يقدر انت هي كتسكرولي شحال من واحد تيقول لك انا ما قادر ندير والو في حياتي هاديك تدوز بالعكس كنتي كتمشي تخدم وتقرا كذا تحس براسك فرحان راك درتي شي حاجه دابا كيفاه انك تسكرولي راك درتي اكبر انجاز في حياتك وغادي تمشي تنعس دروك مزيان هاد القضيه صراحه ف كما قلت لك تما دخلت لقيت راسي داخله السوشيال ميديا او ميم طون اوتيس دو لير شوز اللي حلت لي بزاف ديال البيبان بقيت غدا مشكل كذا وانت كل مشكل كيوقع لك كتلقى راسك طلعتي درجه ولا مشكل كنهضر على السوشيال ميديا كل مشكل كيوقع لك كتلقى راسك درجه فشويه لقيت راسي عندي واحد لا كوميونيتي ديال الناس اللي متبعيني وكذا وانا نقول علاش من فين شحال كان المتابع ملي قلتي تيراترون تقريبا تكون عندي شي 50,000 متابع في الانستغرام شي 50 تقريبا طب لقيت ديك لا كوميونيتي صغيره قلت بلاتي نبدا ندير شي بروجي ديالي شي حاجه اللي ديالي انايا حيت عندي قهوه ولكن القهوه عاوني فيها الوالد سي با كيك شوز اللي انا دايره انتي بوحدي اللي كديرها انت كتحس بها كدير حاجه بوحدك ماشي هي فاش كيعاونك شي واحد دونك الوالد داير لي قهوه في اكادير انا اللي كنسيرها والخدامه ديالها وداك الشيء كامل وكاينين لي دوت بروجي ديالو واللي كنسيرهم وهذا يعني بحال ديالي ولكن قلت خصني شي حاجه فريمون اللي تكون ديالي انا قلت جا من الصفر صافي بديت شويه بشويه بديت درت برودوي الاول كان في الاول غير برودوي واحد تا برودوي كاتيجوري كوزميتيك كوزميتيك برودوي كوزميتيك صافي كنت كنخدم بواحد لا ميثود بدائيه بزاف كنت خدامها غير بالانستغرام ما كاين لا ادز فيسبوك لا سبونسورين اشهار لا غير كونت ديالي انستغرام فيه 50 شنو الناس كيجيو يدووا معاك الا بغاو يكوموندو في الانستغرام ولا شنو وي كنحط لهم ستوري فوالا برودوي ديالي فوالا اللي بغا يدخل لي كوموندي في واتساب وكيدخلوني لي كوموند في واتساب بقيت خدامه بهذه الطريقه لمده عام ونص وغادي الكونت كيكبر كيغادي الخدمه في ديك عام ونص تكرفس وي شحال تقريبا مثلا شحال كانت كتجي من كوموند في النهار اش غنقول لك اول سوفرانس بعدا اللي كنت كنلقى هي مثلا حيت انا اللي كنت كنجيغي كلشي علاش راه انا علاش كنسولك على الكوموند كل ما قلتي لي العدد ديال الكوموند فات غير 10 يعني كتعاني
وي وي علاش سولتك هذا السؤال هذا؟ انا كنت كنفيق في الصباح كندخل داك الواتساب كنلقى 1000 ميساج. او واو 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 واخا نكون ما كندير والو في حياتي ما نقدرش نجاوب. عاد انت عندك خدمتك 1000 ميساج عطيه دقيقه لواحد 1000 دقيقه راه ما يمكنش. يعني كدوف السوايع توجي ما يمكنش. وكاينين الناس اللي خصك تبداي تشرحي ليهم وتعاودي وهذا وتكونفيرمي فريمون. كنت كنلقى راسي في بين دوك 1000 يلاه كنقدر نجاوب 50. هما اللي في السيمانه كنت كنخرج تقريبا 30 كوموند في السيمانه. في السيمانه تقريبا. دابا فيو كان تخرجيها في ساعه. دابا الاخبار في راسك. لا مزيان تبارك الله عليك. لا تبارك الله عليكم فريمون. من بين الخطوات اللي فرحانه بهم اني درتهم في حياتي واللي فخوره براسي فيهم انني اول خطوه بعد اني دخلت معكم اليوكان. واخا بصراحه انا ما كنتش عارفه هذا الشيء سبحان الله. راه مزيان خلينا غادي ستيب باي ستيب باي ستيب توصلوا اليوكان. اوكي صافي هي هذيك. بقيت غاده في لي كوموند كنتريتي 30 كوموند 40 كوموند باغ سيمين. كنت كنكون طايره في السما كنسالي الخدمه ديالي كنزل وخصني نرتاح مورا الفول خصني نرتاح واحد دو جو. انا معاك كنوصل للدار نحيد اللبسه ديالي نغسل وجهي نجلس نشد التليفون حتى تحفى ليا الشوف. شوف دابا انا بالليل ما كنقدرش نصوب غير بداك التليفون نفس الشيء. نبدا نشد ونبدا كنجاوب هذا قاسم مشترك من كاع اللي دوز الوقت. ما كنبغيش انا شو انا حاره لواحد الدرجه كوموند وحده ما خصنيش نضيعها. كاين واحد ما خصوش يضيع ليا فهمتي. خصني اتندي داك لو شيف 100%. وي واحد الا ضيعته غيبقى فيا الحال ما يدينيش الناس. طب مزيان مزيان هاد النفس. وي وي خفي هذيك النفس ما يمكنش ليا زعما نقول ايوا صافي حتى الغدا نجاوب. عندي لي كوموند بزاف بالك صافي. لا خصني واحد كلشي نجاوبو. المهم كنلقى راسي 6 الصباح 5 الصباح مازال فايقه كنجاوب في لي كوموند. نفيق هادشي فاش ما كنكونش خدامه النيكست داي ديالي. نفيق اومبالي باكاجين نهز لي كوموند نجيو من لاجون ديال ليفريزون نجي تاني ندير تاني ستوري في الانستغرام ناخذ لي كوموند تاني من عند الناس نهضر نشرح مني كونفيرماسيون مني سيزي مني باكاجي مني ليفريزون مني. وكنت وحتى دي فوا والله الا شي حصار ما عرفتش مزيان دوز هادشي. دي فوا كنت انا اللي كنليفري كنت انا اللي كنليفري لي كليون ديالي. كانت لا كوموند في نفس المدينه. الا كانت لا كوموند في نفس المدينه كنقول علاش ديك 25 درهم يديها ليفرور نديها انا واخا انا راه راك كومبريسي والخدمه ولكن خمسه ديك 25 درهم فيا انا. كان عندي هذه المنطقه هذه نجيش نحاول نسلح من الشلوح احنا راه يدينا هكا ولكن مع الوقت لا مع الوقت صافي كتولي كتقول ومالي انا بغيت نديها كامل. حيت انت طموح باغي توصل لشي حوايج اللي هما كبار كتشوف راسك راه ما خصكش تضيع الفرص. لانك عندك اهداف حاطهم قدامك خصك توصل ليهم في واحد الوقت اللي هو قصير. الا بقيت انا كنضيع في هذيك 25 درهم بحال كنضيع عليا الوقت. 25 درهم تقدر تضربها في 10 هي 250 كتبقى تبان لك 250 تضربها في 1000. وي كنت كنقدر في النهار مثلا مهم وديجا هذه القضيه مهم قبل واحد الشهر كنت باقي واخا دايره يوكان كنت باقي كنضيع 25 درهم ولكن الدار والمرسيدس لا 25 لا قبل المرسيدس قبل المرسيدس قبل المرسيدس بس يلاه ديت مع يوكان ولكن فهمتي وليت لقيت واحد المتعه اخرى اللي هي احسن من ديك 25 درهم. هي فاش كتخدم معاك ناس وكياكلوا معاك طفت الخبز وي هذيك احسن من فهمتي يعني كتحس براسك انت راك عايش ومعيش معك عوائل عوائل ماشي داك الشخص اللي خدام معيشين معك عائلته بقيت صافي ف بوغ لانستون الحمد لله راه خدامين معايا الناس بزاف مزيان. يعني ما بقيتش خدامه انا بوحدي ولا خدامه بداك سميتو. شنو مكلفين لك الكونفيرماسيون كلشي؟ انا جيك الفكره كيفاش حتى جيت ليوكان وكيفاش حتى بديت مع يوكان بوندون ان اون ايدمي وانا خدامه بهاد لا ميثود. كلشي دات كلشي كنديرو من كونفيرماسيون حتى لا ليفريزون. حتى واحد النهار كنت في الخدمه كنت طايره كان معايا واحد لامي ديالي اللي تصور عنده برودوي كيبيعهم هكا كي سبونسرزيهم بالادز في فيسبوك وداك الشيء وكان خدام. هو وراني قال لي صوفيا كنشوف في الانستغرام ديالك كتبيع لي برودوي كذا واش صافا واش هذا. قلت له الحمد لله ما غاديين الحمد لله. قال لي ولكن راه واش ما كتعياش راه بزاف. قال لي كديري كلشي بوحدك؟ قلت له وي. قال لي علاش ما ديريش ويب سايت وتشوفي
بلاتفورم هكا وتشوفي الناس اللي خدموا معاك. قلت لي انا ما كانش عندي انا درايه في هذا الخير هكا واش اورغانيزي لهاد الدرجه. قلت لي كيفاش؟ هو يقول لي غادي نخدم معاك. قلت لي كيفاش؟ قال لي انا غنتكلف لك بالكونفيرماسيون، غادي نكريي واحد البلاتفورم ويب سايت و لي كوموند غيبداو يتلاحوا عند البنات ديال كونفيرماسيون، يكونفيرميو مع الناس، ابخي كيتصيفطوا لاجونس ديال ليفريزون. هو كيتعامل واحد لاجونس ديال ليفريزون اللي كيتكلفوا بالباكيجين وكيصيفطوا، يعني كتصيفط لهم حتى ستوك للوير هاوس ديالهم، الوير هاوس، وهما كي ديفيوز. انت كتبقى انا بوغ مو ديك الساعه واو عرفتي شنو حيد عليا تقل كامل واو. كنت واحد ستريس، ما كنتش كنسافر، كنت مثلا كاع هاني مسافره. قول لي هاد الانترفيو ما كناش غندوزو. ما كناش والله ما كنا غندوزو في هذيك لا بيريود. انا جالسه مع الدار كنتغداو، واحد اليد عندي كتاكل وواحد اليد كتغدا. كونفيرمي وي مسافره، ما كاينش مسافره، نساي خدمه. انت الناس اللي ولاو اللي كانوا والله الا بغيت تدوي على هادشي على حقاش دابا هما تيشوفوا ديما ديك الصوره الاخرانيه ديال انت نجحتي. كيشوفوا الشمال اللي درتي، ما كيشوفوش كيفاش انت وصلتي، وباغي يجي ديريكت يلقى السيستيم مقاد وخاص وراه تيتبنى كلشي دقائق. ما كاينش هادشي، بالعكس راه قدما كتكرفص قدما كتنجح من بعد. شي تكرفصتي مزيان عرف راسك غتوصل. سيرتو لا تكرفيصه كتقول اش من سبب التكرفيصه شنو ممكن نحسن، وكتزيد تحسن كتحسن من راسك. وي فعلا النهار كتلقى راسك واحد النيفو، ولا ما تكرفش غادي تمشي في حالك وغادي تريح على جنب وما غاديش افونس فعلا. المهم قال لي كذا كذا، قلت له هي شحال غتحسب لي في هذه الخدمه هذه؟ قال لي نحسب لك الكونفيرماسيون ب 20 درهم. مزيان يعني كوموند تكونفيرمات دازت من السيت، تكونفيرمات تليفرات وصلات في الاخر ديال الشهر مثلا ولا في الاخر ديال السيمانه كنشوف شحال من كوموند ليفرات، كل كوموند ب 20 درهم. مزيان خدمنا 15 يوم من الاولى، لقيت راسي كنعطيه دي سوم تري امبورطونت. مزيان شحال؟ قول لي انت بديتي كتدخل معايا. المهم دي سوم تري امبورطونت، كنقول بلاتي دابا هاد السيد هاد الشيء اللي كيدير لنا نقدر، علاش ما نقدرش انا نديرو؟ نقدر نديرو، ما ماشي حاجه صعيبه. ديجا الكرياسيون ديال بلاتفورم، واحد الولد كان خدام معايا في لي مينياتور وفي اليوتيوب، هو اللي كيصاوب لي مينياتور في اليوتيوب وداك الشيء. قلت ليه واش كتعرف تكري ستور هكا ويب سايت؟ قال لي ما كنعرفش ولكن نشوف. قلت له لا دخل تقرا، سير قرا فورما شوف كيفاش سميتو، تكري لي بلاتفورم مزيانه في هذا مزيان. هي فاش كري لي ستور مع يو كان، مرحبا فيك. كان وراني بزاف ديال لي بلاتفورم، وراني بزاف واختاريت يو كان. شحال السبب اللي خلاك تختار الصراحه؟ انا والله العظيم لا راني انا عارف ماشي خبره بناء على شي حاجه تكنيك، ولكن بغيت نعرف. ما كنتش عارفه باللي يو كان ديال سيمو لايف، ولا كاع عارفه من تبعه يو كان، ولا لا بالمناسبه باش نصف هذه المعلومه طريقه باش من استراتيجي داك الخير. انا مستثمر في يو كان، انا من الناس الاولين اللي خدموا بيو كان ومن الفاوندرز ديالها، ولكن انا انفستور في يو كان اكثر ما انا زعما نقول لك انا وي. كاين بزاف الناس داكور دونك نتوما فوزي دي زاسوسيي. المهم انا ما كنتش عارفه بلي انا تابعه ليك انت، فهمتي؟ كنت كنسمع حيت هو فاش هذا الولد هذا فاش كنا انا وياه في الطياره، اول حاجه هضر لي عليها فاش قال لي لي برودوي ديال كومون سا مارش وداك الشيء، واش كتبيعي في الخليج؟ قلت لي لا ما كنبيعش في الخليج. قال لي راه كاين واحد الولد راه كاين نيت عنده سميتو في اكادير سيمو لايف. قلت لي شكون هذا سيمو لايف؟ قال لي ما كتعرفيش. قلت لي لا، وهذا الولد راه يكون كيشوف هذا الانترفيو، تحيه ليه بعدا. فقلت ليه، قال لي ها هو وي جبد لي فيديو ديالك. قال لي هذا الولد هذا راه تبارك الله راه كيصيفطو الخليج وكذا. صافي تما بقات الفكره هي هذيك الغد اللي هو يقول لي اجي شنو بان لك؟ هي هذيك خدمنا. بديت كنشوف راسي في 15 يوم، عطيت واحد لا سوم اللي هي تري امبورطونت. صافي ونقول اجي انا ندير هاد لاطاش ندير اوبتيميزيشن اوبتيميزي لكم بيان سور، حيت راه سي دو بيزنس. تجيب لك شي حاجه غير مستحقه، يعني كتخلصها بواحد الثمن غالي. لا وانت عارف راسك تقدر ديرها وغتجيب اللي ديرها. وي يعني ايماجين من مثلا 10000 درهم ل 2000. فرق يعني راه تخلص خمسة المرات اكثر من 10000 درهم ل 2000، فرق كبير. وي صافي هضرت مع قلت كيفاش غنستراتيجي لي شوز، هضرت معاه حاولت نقلقل السوق كما كيقولوا نشوف شنو هذا. لقيت عرفت الناس شحال باش كيخدموا كونفيرماسيون،
كذا كذا كذا، قلت صافي هاد الناس اللي غيخدموا في كونفيرماسيون انا اللي غنجيبهم. وفعلا جبت بنات كيخدموا تبارك الله عندهم اكسبيريونس في الكونفيرماسيون، ديجا خدامين مع ناس هكا اللي عندهم لي برودوي وهذا. طوب صافي هضرت مع الولد قلت ليه انت مون كوليغ وعلى راسي وعيني وكذا، مي راه الخدمه راه خدمه، انا ما بغيت مينيميزي عليا لو شارج فوالا. راه ما مسلكنيش، واش مسلك ليك نخدموا تال تال؟ قال لي لا الله يسهل لي، الله يسهل عليك، ميرسي بوكو، احنا صحاب وحباب. بقات العلاقه مزيان، هذا هو اهم. بيان سور لا الحمد لله ما شفنا فيهم العيب، ما شافونا فينا العيب. من الخدمه كما قلت لك مع بابا ومع ماما كنتحاسبوا. وي 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 فهمتي؟ لا انا مع هاد سيميو هاد الحساب صابون. تقول لك الحساب تطول العشرة. وي الحساب صابون. صافي هي هذيك صافي دارت ليكيب ديالي البنات كيكونفيرميو لي شوز راه غاديين مزيان، البلاتفورم ديال الويب سايت خدامه، كيدخلوا لي كوموند في الشيت كيتكونفيرماو كيتسيزاو. يعني دابا تقدر تدخل 300 كوموند 200 300 في النهار، تبارك الله كيدخلوا اكثر. واه يعني دابا ما كاينش مشكل ديال كل واحد دوي معاه كذا. نعم ما كاينش مشكل حتى البلاتفورم تبارك الله داكشي الله يبارك فيك. شنو نقول الانفلونسرز كاملين راه يكفي دير لا مارك ديالك. بيان سور دي تشوف شي برودوي، شوف شي حاجه عزيزه عليك حطها وقول للمتابعين ديالك ديروا سوايب اب راه يجيو للستور. راه ممكن شي انسان غير يزعم، شي انسان غير ما يحبش زعم. فاش ما فاش ما عطات انا نهار واش درت البرودوي ما كنتش عوال عليه غينجح، درتها في يد الله. ليسونسي سيكو خصني ندير. وي خصني ندير ونكمل على الله. حاليا كاين الطلب، الناس باغا شي برودوي كوزميتيك وهذا. ماشي راه حنا واحد البنت درنا تيست معاه هي انفلونسر، دارت تيشيرت تيشيرت عادي وهي اصلا ما مامناش. تصور تقول لهم كايز اللي بغا تيشيرت هذا سوايب اب اكثر من 1000 كوموند. وفهمتي من الناس اللي كتقول لك لا سيميون دير واتساب. لا ميمكنش ميمكنش دير واتساب، واتساب اصلا غادي تسد الا جاك 1000 ميساج، ومن غير غادي تسد واش تقدري تدوي مع 1000 تبلوكا لك شي مره واتساب. ديما كان كيتبلوكا لي التليفون ديما. ديما ديما انا كان معايا واحد السيد البارح جا 5000 ميساج. دابا لو بيغ في هذا الشيء ديال فاش كتكون انفلونسور في هذيك 1000 ميساج كتلقى 500 باغيين يتقداو و500 باغيين غير يهضروا معاك. وادي تجلس تدوي معاهم وتدي وتجي معاهم في الهضره وما هو ما باغيش يشرب. صعيب. الناس الاغلبيه ديال الناس كيدخلوا كيسحب لهم هذاك مثلا انت راه هذاك ماشي الرقم الشخصي ديالك. كيسحب لهم الرقم الشخصي. لا كيسحب لهم الرقم الشخصي ديالك. ايه هما كيسحب لهم هو ماشي رقم شخصي. هو ديال الخدمه كتقول لهم راه اللي بغى يكوموندي مثلا هذا البرودوي هذا يدخل في هذا الرقم. كيدخلوا كيسولوا وما كيسولوا يعني انت ما كتولي في واحد المتاهه ما كتعرفش. لا ما غاديش تجيري ما غاديش تجيري حتى 100 كوموند تلقى مع 100 كوموند تلقى مخلطه مع 200 ميساج اخرى ما ناويش يكوموندي وحلتي تمايا تبقى. صح لا لا كتكون كيكون واحد لو ديزورد واحد. ف يعني نصيحه لكاع المقاولين الشباب ديالنا سواء كانوا اناث ولا ذكور وباغيين فريمون يعطيو في هذا الدومين ديال الايكوميرس باسكو راه سي ريال. هادشي هاد لي شيف دافير اللي كنهضروا عليهم وهادشي سي ريال. اه يلا صوفيا دارت المرسيدس. لا والله الا مزيان شفتو شو الحمد لله. انت بعدا الشاهد اخويا انت جيتي في واحد الوقيته اللي اصلا الناس كيقولوا واه هادي منين جابك الفلوس. اه لا راه ماشي راه انت تبارك الله راك مطلع على على لو ستور ديالي وكلشي بين يديك دونك انت. انا كيفاش تعرفت عليك؟ كنا مريحين ديما كنقول هذه القضيه ديال زاد سي سيمانه كنلقاو السؤال اللي كيتعاود خصنا شي بنت باغا واش كاينه بنت عافاكم واش البنات كاينه في هذا الدومين. دويت مع المدير السلغيساني قلت ليه خصنا بنت راه فريمون بنت خاصه بنت غادي دير الثوره ديال ان البنات غادي يبداو غادي يدخلوا لهذا الدومين هذا. موتيفاسيون دازت واحد شويه البيرود ويقول لي كاينه واحد البنت والله الا وتتشيفري ويلفي دي بون شيفخ وغدا مزيان. واش شحال داز عليك الوقت باش كريت معاكم ستور؟ انت تعرفي احسن انا نقول انا ما كاملاش 3 شهور. شهرين تبارك شهرين درتي المرسيدس. مرسيدس في الشهرين. الله يلا تبارك الله الله يلا تبارك الله. انا شفت لي شيفخ والله الا فريمون تبارك الله عليك. الله يحفظك. انا كنتوقع غادي تفوتي كاع كاع دابا انت غصبحنا يلاه دزينا معاك بشهرين صبر نكمل واحد عام عامين تعطيني التقويصه صحيحه. لا لا نقول تبارك الله كنقول حتى اللي كيتفرج يقول تبارك الله تبارك الله.
والله الا كنبغيو كان انسبايرو مع شحال من واحد نكونوا دابا في الحلقه تقول لك عرفتي تصوروا شحال هادي ماشي مابقاش دابا عرفتي تصوروا علينا تقول لها ما تنصورش عليك اشري انا راه فريمون باغيين انسبايرك بيان سور انت الحلم ديالك هو الدار والطوموبيل راه دابا الناس كيعرفوني على دائما حتى في الفيديوهات ديالي في يوتيوب وهذا ديما كنحاول نموتيفي الناس فهمتي يعني ايماجين المرسيدس قبل ما ناخذها فيديو دست عليه 10 شهور كنت درت لي واحد لا فيديو كنهضر على قصه حياتي عاودت لهم لي ديفيكولتي اللي كندوز منها وهذا وواحد اللقطه في الاخر الفيديو قلت لهم من بين الاحلام ديالي اللي باغا نحققها هو واحد النهار نصور لكم نقول لكم اخيرا شريت المرسيدس طاب ودست وماشي هي مرسيدس خاصك تقولي لنا مرسيدس مع المرسيدسات انواع لا قلت لهم كنت وصفتها لهم وصفت عليهم قلت لهم بغيت ناخذ شي مرسيدس تكون بيضاء وطويله يا اما تكون كلاس دوك طوال يا اما تكون جي ال او بيضاء مورا 10 شهور سبحان الله غير باغازاغي وانا نتفكر هذيك اللقطه كاين الخدمه كاين شو لا تفكرت هذيك اللقطه بلي راه ديجا قلتها انا في واحد لا فيديو وفاش مشيت رجعت للوقت لقيت بلي دازت عليه 10 شهور وانا سبحان الله في هذيك اللحظه فاش كنت كنقول لهم كنتمنى انا شي نهار نصور لكم نقول لكم اخر شيء والناس كاملين المتابعين ديالي كانوا كيقولوا لي ايوا صوفيا انت غتشري شي مرسيدس الحمد لله صوفيا وكانوا فاش كيلقاو في شي بوست في انستغرام مرسيدس داكشي كيبارطاجيو كيصيفطوها ليا كيقولوا لي بغينا لك شي مرسيدس بحال هادي فسبحان الله يعني عمر عقلك عقل ديالك اي حاجه كتعاودها ليه لا لا الوضع تراكسيون كاينه ديجا تفرج شي حاجه في الوضع تراكسيون انا مبليه بلا الوضع تراكسيون ولكن خاصها لا الوضع تراكسيون الا ما كانش لاكسيون ما كتخدمش لا الوضع تراكسيون انا كنت اشنو كنت دايره وكنتمنى بزاف ديال الناس يديروا هذه القضيه هذه باسكو خدامه مزيان نسمع انا باغمي لي يعني كاع هاد الخير اللي وصل لي هنا في حياتي وهاد النجاحات الحمد لله واحد مورا واحد كنت مخططاه شنو مخططاه زعما راس ما كاين انا شنقول لك من 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 الشكل ديالي من كيفاش انا باغا نكون فيزيكمون وي انا راس ما راسي وانا عندي 8 سنين طوب راس مع راسي عندي واحد لافوتو اللي جبتها لك واحد الرسم غادي تصيفطها لي نزيدها فهاد الحلقه الا شفتيها غتقول هادي صوفيا ديال دابا طوب كنت كنكتب هكا ورقات كاتبه فيهم مرسيدس وضيفة الطيران وي كذا 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 عمر علقتي داكشي تصاور معلقاهم تصاور بيتي صافي درتي كلشي بيتي معلقه كنت معمره داكشي كنفيق في الصباح كنحل عيني داكشي كنبين نعس كان دونك سي اوتوماتيك سي لا تراكسيون داكشي في السوبكونسيون ديالك خاص كيتخدم يقلب على لي سوليسيون باش انت توصل لهداك الشيء صافي قلتي كلشي والله قلتي كلشي راه في ناس دي دونت بيليف ولكن فريمون حتى انا راه جيت كتبت 100 مليون في الحيط كيفاش ندير لها حتى حاجه ما كايناش زعما ما كاينش شي امل كيدل على انا عايشه في دوار الزكاه جاب 100 مليون دوار الزكاه فهمتي حتى انا ساكنه حداك من زوار مرحبا بكم مره الله يحفظك مي مع الوقت يبدا تيبانوا لك شي حوايج ولكن كما تنقول ديال علاقتاش بزاف ملي كنبقى تندوي على الوضع تراكسيون ما بقيتش كندوي فيها تيصحاب وادي تريح بحال هكا وادي تخيل راسك وادي تطرى نو الا ما كانتش لاكسيون ما كتخدمش للوضع تراكسيون ونيت بارك الله انت قلتي السوايع كتنزلي من الطياره عندك ديك اليومين ثلاث ايام كدوزي كتجاوبي على الكومون لا خصك تقاتل انا دابا الحمد لله دابا كنشوف راس واخا مازال الخدمه مازال تبعاني مازال تبعني بلان شوز اللي خصني ماشي زعما غيشوفوني الناس يقولوا والله الا شايف فيك واحد البوتونسيال قسما بالله لا الحمق الله يحفظك عرفتي باقي عندك باقي شحال من دوله شحال من دوله كتامن بلي برودوي كوزميتيك ديالك داكشي باقي عندك الخليج باقي عندك شمال افريقيا باقي عندك افريقيا بور لانستون هاد لي شيف خضافه هو هادشي بور لانستون ما عمرني درت الادز فيسبوك ما عمرني سبونسوريزيت ما عمرني شي واحد ريكوموندا زعما البرودوي ديالي بور لانستون خدامه غير انا وراسي ولكن راه ما تسهليش راسك على حقيقه راه الكونت ديالك تاع الانستغرام راه ريال غير الاكثريه ديال لي كونت راه انا احترم دوك الناس 3 مليون 5 مليون 6 مليون ولكن راه ما يضيمش معاك ما يضيمش معايا فريمون من على حقيقه الكونت ديالك شحال شفت فاش انا عندي تقريبا 380 والتفاعل عندك حسن من الناس اللي عندهم وي بزاف ديال الناس اللي خدمت معاهم لا بيبليسيتي كيقولوا لي تبارك الله خدمنا مع ناس اللي عندهم مليون اي كلك وما كانش هذا الغوتور وي
ما عرفتش يعني واش كيكونوا دي كونت فيك. انا ماشي انفلونسر، ديما كنستني راسي من هاد الناحيه. صديق ديالي تاور مريح ليها كيدير عنده مارك ديال الريحات، خدم مع شحال من انفلونسر، مليون نص مليون جوج المليون. واحد النهار ما فهمتش قال لي يا خويا سيمو هكذا الريحه ليك وهذه الريحه للوالده. انا درت ستوري عادي الدراري هذه راه ماشي سميتو، هذه الريحه هذه راه عطاها ليا هذا السيد هذا، وهذه الريحه عطاها للوالده وها لاباج ديالو. قال لي خويا سيمو لي كوموند اللي جبتي فايتين كاع هذوك كامل. قال لي انت ما دويتش على برودوي ما زدت علاش؟ نقول لك راه واخا 300,000 وشي حاجه احسن من 1 مليون و 2 مليون. وي وي حيت علاش كونت ديالك غيال والناس كيتبعوك. اول حاجه بعدا البرودوي ديالك كيديه واحد كيجربو كيجيب لك 10 اخرين. وي هو يرجع عاوتاني. وي وهو كيرجع وكيجيب لك ناس اخرين، لان برودوي فري وماشي كنكذبوا على الناس ولا الحمد لله 90% من الناس اللي تقدموا من المنتجات ديال صوفيا الحمد لله اكثر من ساتيسفي. فواحد كيجيب لك 10. والله الا باغي نشوفك النيكست كيليت جينر. عرفتي كيليت جينر؟ وي بيان سور هادي شنو. انت مغربيه تندي ان شاء الله في الوان بيليون. ان شاء الله ان شاء الله كنتمناو كنتمناو. دابا حنا غاديين شويه بشويه، باقي بزاف الاحلام، باقي بزاف الاهداف. وباقي عندك ما تخدمي، ولكن مزيان ان عندك البوتونسيال وباقي عندك ما تخدمي. شوف الحمد لله شنو درتي اليوم وباقي عندك. ان شاء الله من واحد عام نعاودو نتلاقاو انا وياك. ان شاء الله نعاودو شي انترفيو اخر في نيكست ليفل. ان شاء الله. تكون طوموبيله ونبات مع الطوموبيل. المره شي حاجه شي طوموبيل ما كايناش في المغرب. هذا كونسيبت، هذا كونسيبت كان عندي ديال قلت خاصني نولي ندير دي زانترفيو من بعد مع دي مليونير بليونير، ولكن تكون طوموبيلتي كونتر طوموبيلتي وجالسين. انت قلت على طوموبيلتي كنقص على طوموبيلتي نديرو الانترفيو بحال هكا ان شاء الله. قولي شي طوموبيل. لا شوف الموليولات ديالك انت هي ما عرفتش. انا فان ديال الفيراري. فيراري وي انت؟ فان ديال المرسيدس. شي يعني شي مرسيدس، شي مرسيدس، شي 63، شي حاجة إن شاء الله. إلى بلا نهاية. قلت لك شي نصيحة، شي نصيحة للبنات الدراري اللي بغاو يخدموا لي كوميرس حتى هما يا. وي نصيحة أون جينيرال سواء البنات ولا الدراري، أول حاجة بعدا قرا. نمشيو 80% بنات 20% دراري، لأن فغيمون. لا هذه بعدا أون جينيرال البنات والدراري، أول حاجة قراو باش توعاو، لأن القراية كتسهل عليك بزاف ديال الحوايج. القرايه بوغ مو ماشي هي ضروري تكون عندي يكون عندك الدكتوراه ولا، المهم تكون فاهم في الدنيا، عارف اش كدير، لان العالم مليء بالشياطين، مليء بالناس اللي غادي يشفروك، مليء على الاقل كتعرف فين كتحط رجليك. فقراو، شد الباك ديالك، دير شي حاجه، لان القرايه راه كتحل لك بزاف البيبان. ثاني حاجه ما تقولوش راه هذه مستحيله ولا انا ما نقدش. فاش كتقول انا ما نقدش راه فريمون ما كتقدش. قول انا نقد، واخا انت راه واحد 70%. على الاقل قول غنتقاتل معاها. غنتقاتل معاها نشوف. انا كنقول انا ماشي لايتر، ولكن قلت والله تنشد داك الباك واخا وشديتو بمونسيون بيان. طيب يعني حيدوا من راسكم شي حاجه سميتها المستحيل، حطوا اهدافكم. لا لوا داتراكسيون سا اكزيست. عمروا عقلكم. نجيب واحد الحيط عندي في البيت نعمرو بالاهداف ديالي، نكتبهم في الحيط بالفلتر ونكتبهم في ورقه، ولا نبقى نفيق عليهم الصباح والليل وعشيه، نبدا نشوف الاهداف ديالي قدامي ونخدم. لا لوا داتراكسيون سون اكسيون صافي مزيان. صافي الله يرحم خويا. انا خويا سيمو شفت قلت ويش على لوا داتراكسيون، تفرجت في واحد الفيديو ولكن عام وانا كنحلم. قلتي هي كتحلم كتحلم راه هذيك الساعه كتخايل ولكن كدير لاكسيون باش يطرى داك الفيل. وي و رغم طيحوا عاودوا نوضوا الله يسهل على الجميع. غنسولك واحد السؤال، السؤال الاخراني اللي كنسول ديما هو شي نصيحه قلتيها، ولكن هذا السؤال دابا شحال من واحد يبغي يكون بحال صوفيا ولا اي انفلونسر غادي تتعرض للانتقادات، كيفاش يبان لك هادشي تاع الانتقادات؟ الانتقادات هو الناس ما خصهمش، اول حاجه الا هضرنا على السوشيال ميديا ما خصهمش يتشيقوا اي حاجه كيشوفوها في السوشيال ميديا، لان يمكن هاد الوجه باش الناس غيشوفوني معاك اليوم يقدر ما عمر شافوني به. كانوا كيشوفوا ما كيشوفوش فيا صوفيا البيزنس وومن. لا اصلا يقول لك ما هذيك ما قارياش ما كداش ما شافش كاع ما عرفت حتى شي حاجه عليك. وي دونك يمكن هذا عاد يشوف تيحكم عليك في الثاني. انا كنت كنقولها ليهم وسبحان الله ما عمرني كتعولا غندوز معاك ولا شو ولا الوضع تراكسيون. وي والله فريمون جا المدير قال لي اخيرا كاينه واحد البنت وفي المغرب ويل في دي بون شيفر. قلت له شنو كتسنى عيط لها. سبحان الله وسورتو جا هذا الشيء مع واحد الوقيته اللي انا فريمون تعرضت فيها لواحد الهجوم.
اللي خايب بزاف وكل شيء كيقول المرسيدس الخليج كذا كذا، وانا شايفه بيني وبين الله كنقول خليهم. وسبحان الله شتي دويتي فواحد اللي انا سنين وانا هز الدقه تحسوا بيا شويه الانفلونسرز الاخرين، علاش نقول لهم راه ممكن دير الفلوس. درت الفلوس راه اكبر عطاك ممكن تعرض له هو تقول في هذه البلاد هذه درتي الفلوس. درتي الفلوس ما علاش كيفاش غادي دير انت الفلوس؟ واش انت حنا حماقينا وخدمنا وضربنا التماره؟ الوظيفه راه ما عمرها كدير. وي الوظيفه بوحدها مزيان تكون عندك الوظيفه ديالك تقرا اللي بغيتي الاستقرار سير الوظيفه دير الوظيفه، ولكن اون باراليل غادي ندير دوطخ شوز كاين عطى الله ما يدارش غير الانسان اللي ما بغاش يخدم عطى الله. اما بقيتي كتسنى بالوظيفه هي دير لك المرسيدس جاي الاولى دير لك فيلا لا مستحيل مستحيل مكينش. كيفاش الرياكشن؟ انا صراحه كانت راه بحال غادي تجاوبيني اول مره كانت نبغي نعرف وجهه نظر. كيفاش زعما صوفيا دابا ملي كتنتقد واش اول مره تعرضي لشي هجمه ديال الانتقاد ولا دابا وصلتي لديك الدرجه ديال كتنتقد وتتقول لا انا صافي دابا وصلت لواحد واحد لافاز اللي كنشوف وكنبقى نضحك والله الا انا مات ليا القلب وحق على جنس وكنسالها لا كنشوف كنبقى نضحك كنقول كيفاش هاد الناس كيقدروا يهزوا. انا بالنسبه لي مزيان لان كيف ما كان الحال انا راه ماشي شي وحده محتاج با يعني كندير اغلاط كندير ذنوب صغيره كندير انسان كيحسن من راسو ماشي مول هذوك الناس اللي كيجيو كيقذفوا في عرضك وكيقذفوا بحال كيهزوا عليا داك سميتو يعني ملي انا كنشوف كنضحك وكنقول انا بيني وبين راسي عارفه شنو كاين والدي عارفين الناس اللي خدامين معايا عارفين داكشي هادو الناس اللي دايرين عارفين اليوم شنو كاين انا معاك اليوم راه ما عارف انت يعني انسان ما خصش يحكم على الناس لا ما عارفهمش لا ما قلتش معاهم لا ما هضرش معاهم. السوشيال ميديا راه ديما حنا كنوريوهم لي ماج هما اللي باغيين يشوفوا علينا. وي وي كاينين دو شوز اللي انا ما بغيتكش تشوف عليا شي حاجه ما نوريهاش لك. وباش تعرف كاينين دو شوز اللي كيداروا اكسبري في السوشيال ميديا حيت علاش باش الانجيجمنت على الانجيجمنت دونك راه ماشي اي حاجه كتشوفوها راه غيال. وي دابا اي بنت زعما تيبان لي غادي تبدا غتفكر انها تولي انفلونسر ولا دري غادي يبدا الا غادي تعرض للانتقادات ما كاينش زعما شي واحد ما تعرضش للانتقادات ضروري ضروري الانتقاد. الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا كيسبوه وكانوا كينتقدوا ليف لهذاك ليف كبير ديال الانتقاد طبعا عائشه رضي الله عنها كانت فاطمه الزهراء كانت كتعرض للانتقاد فما حساك ولكن عرف راسك راه قد ما كثروا عليك الحساد وقد ما كثر عليك الانتقاد والا وانت غادي في الطريق المزيانه طبعا الا كنت انت كتشوف راسك راك غادي في الطريق المزيانه وي ما كنهضرش على الناس اللي كيكونوا اصلا انا نقول لك الا كنتي الا كنتي الا كنتي غالط وما اصلا ما عندك لا قيمه لا حتى شي حاجه ما كاينش اصلا اللي غادي يتشاف ما كينتقدوكش الناس كيضحكوا كيف هذاك ما غادي يتشافك حتى هو ماشي مي فاش كتكون انت دار الناس في خاطرهم علاش هذيك دارت الفلوس علاش دارت عارف راسك راه غادي في لا بون فوا وي دونك الناس اللي جون اللي غيدخلوا السوشيال ميديا ولا كذا عولوا على هذا الشيء ديال الانتقاد وبالعكس المره الاولى غيضركم المره الثانيه غيضركم والله ما مي ابري سوايي سيغ سا هادشي اللي كنبغي نقول لهم كنبغي نبارطاجي معهم الصوره الحقيقيه كنقول لهم شوف انا اول انتقاد تلقيت بيتوني بلا ناس وفهمتي وكتبقى تفكر وداك الشيء ولكن من بعد غير صبر غير صبر غير شويه وخليك معنا في السوشيال ميديا ومرحبا بك صح تقول لي هاد الانفلونسرز عايشين كنقول لهم شوف والله ما تهزيتي كومونتير والله ما تهزو كنقول لك كومونتير يقدر يمرضك ولكن ملي كتشوف الانفلونسر الرابخ راه بزاف المشاكل اللي انت ما كتشوفهاش كنت عطيتهم يصوروا ستوري يعرفوا راسهم ما قدرش شحال من واحد ماشي ما قدرش كي عاودت مع 20 مره باش يصور ستوري يقول السلام سميتي فلان كندير واحد جوج ثلاثه واو وكاملين 38 واحد هما اللي خدامين فيه وكان قال لك خويا اول مره في حياتنا كنحسوا باللي الموضوع راه ماشي ساهل وبلي الانفلونسر فلوسهم راه ماشي ساهل قلت لهم على واه باش تحسي واحد شويه طبعا راه ماشي ساهل انا اخر مره انتقدوني علاش كندير اشهار ب 5000 درهم صوفيا الله يحفظك يا خويا مرحبا بك معنا شرفتينا في البيوت ديال المكان نتمنى تعاودي شي انترفيو ان شاء الله بعد عام تكوني مليونير ان شاء الله الله يلاه كون لقاك ولقاك كاتبه مضيفه الطائره مليونيره لا ديك الساعه تكون عندي الطائره ديالي برايفت جيت يور برايفت جيت الله يلاه تبارك الله عليك مرحبا بك تبارك الله عليكم ويو كان طبعا راه من بين لي ميور بلاتفورم بالنسبه لي انا بعدا خدامه معكم مرتاحه
مرحبا، حنا تنش نقولوا للناس هذا شعار، تنقول لهم شوف استعمل لي بلاتفورم الاخرين واستعمل حتى يوكان اللي كيجيب لك ار واي مزيان، اللي تعطيك ريزولطا مزيانه خدم به. حنا ما تنفورسوش على الناس يوكان ولكن لا ولكن تبارك الله كلشي عندكم ستركتوري، كلشي هو هذاك، كل حاجه بلاصتها. الله يبارك فيك. الحمد لله زعما غيانا ديغ بون كوراج. الله يبارك فيك. الله صوفيا مرحبا بك في الاوفيس ديالنا. تبارك الله. الله يخطيك. الله يحفظك. شباب التوفيق لكم ونشوفكم ان شاء الله في شي حلقه اخرى. تبارك الله عليكم.